وكذلك سوف نبدأ الحديث عن المناهج الحديثة في آخر اللقاء. إذا لعلكم لاحظتم أنه الأسبوع هذا سوينا لقاءين، هذا اللقاء الثاني بإذن الله. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون عندنا إما لقاءين أو ثلاث، بنشوف بحسب ما هو متوفر في الجدول، وننهي لقاءاتنا في الأسبوع بعد أسبوعين إن شاء الله، وبذلك نكون أنهينا 12 حلقة بإذن الله. بطبيعة الحال اللقاء الحي الثاني عشر سوف يكون لقاء مخصص لمراجعة شاملة لأهم ما جاء في هذا المقرر، وراح يكون فيه يعني مجموعة من الأسئلة التي يمكن أنها تساعدكم على المراجعة. كذلك لعلكم لاحظتم أنه تم وضع تكليف ذاتي، قمت أمس بوضع تكليف ذاتي وبدأ بالعمل أمس في الساعة 9 مساء، ويتواصل إلى يوم الغد يوم الخميس على الساعة 9 مساء، يعني التكليف يدوم 48 ساعة. بطبيعة الحال التكليف هذا هو للمراجعة، أساسا للمراجعة، وأنا وضعت لكم 8 أسئلة، يمكن أنتم تدخلون من وقت الدخول عندكم ساعة، عندكم ساعة عفوا عندكم ساعة لما تدخلوا على التكليف الذاتي، عندكم مدة ساعة لحل 8 أسئلة، وعندكم 5 محاولات للدخول في كل مرة. أخت غادة، إحنا اللقاء يبدأ الساعة 9 إلى الساعة 9:45 في الجدول، لا يوجد محاضرة تبدأ الساعة 9:30، يعني ما بعرف كيف يعني يمكن يكون موجود محاضرة الساعة 9. على كل، أنا كنت منتظر أنه يلتحق مزيد من الأخوة والأخوات، وأردت أيضا أني أذكر بالتكليف الذاتي لأنه ممكن البعض قد ينسى الدخول عليه وأضيع عليه فرصة الإجابة على أسئلة مهمة. إذا قلنا اليوم راح نبدأ بالحديث عن المدرسة التقليدية الحديثة. أوكي. قلنا راح نبدأ الحديث عن المدرسة التقليدية الحديثة، والمدرسة هذه متكونة من نظريتين أساسيتين، النظرية الأولى هي نظرية العلاقات الإنسانية، والنظرية الثانية هي نظرية الفلسفة الإدارية. نظرية العلاقات الإنسانية، البعض يسمونها بحركة العلاقات الإنسانية، وهي من أهم النظريات الإدارية، وإلى حد الآن يعني تستخدم بشكل كبير. النظرية هذه إخواني أخواتي ركزت على العوامل الاجتماعية والنفسية، وكذلك وخاصة ركزت على التنظيم الغير رسمي، يعني على عكس النظريات التقليدية التي لم تركز بتاتا على العوامل الاجتماعية، يعني تنظر إلى العامل نظرة آلية وكانت تعتمد الأمور الرسمية بشكل كبير. في هذه النظرية رواد النظرية وأهم رائد من رواد نظرية العلاقات الإنسانية هو إلتون مايو. إلتون مايو وفريق الباحثين اللي كان معه تكلموا عن التنظيم عفوا تكلموا عن التنظيم الغير رسمي وتأثيره على أفراد المنظمة بدلا من التركيز على الهيكل الإداري وعلى الأمور الرسمية. وفي الواقع النظرية هذه اشتهرت بما يسمى بتجارب هاوثور. تجارب هاوثور، هاوثور مجرد هو عبارة عن مصنع من مصانع شركة جنرال ويسترن إلكتريك. في العشرينات تقريبا من القرن الماضي قام إلتون مايو وفريق من الباحثين معه بأبحاث لمدة سنوات في الواقع داخل هذا المصنع، مصنع هاوثور، وقاموا بتجارب سوف نحاول أن نستعرضها بعد شوي، ولكن خلينا نشوف أصل هذه النظرية، وش هي العوامل التي أدت لظهور نظرية العلاقات الإنسانية. ولعلكم تلاحظوا أن المسمى نظرية العلاقات الإنسانية، وبالتالي فهي نظرية اهتمت بالعلاقات الإنسانية داخل محيط العمل. من العوامل التي أدت لظهور هذه النظرية عندنا أول شيء ازدياد قوة النقابات العمالية.
يسأله في ذلك الوقت لم يكن هنالك بيئة مناسبة للعمل من قبل الإداريين، وهنالك قادات العمالية حاولت أنها تضغط على الشركات وأنها يعني تطالبها بأنها يعني تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية بشكل أكبر. كذلك من العوامل زيادة ثقافة العمال، هذه نقطة مهمة جدا. العامل في البداية لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، وبالتالي لم يكن يعرف ايش هي حقوقه وواجباته. لما أصبح العامل مثقف أصبح يعي أكثر حقوقه وواجباته، وهذا سلط الضغط على المنشآت. كذلك من العوامل ازدياد حجم المنظمات، وهذه الضخامة في حجم المنظمات أدى إلى وجود كم هائل من الموظفين وكم هائل من المستويات الإدارية، وبالتالي أصبحت عملية إدارة هذا الكم الكبير من الموظفين صعبة، وممكن أنها تتسبب في يعني في مشاكل بين الموظفين. عشان هيك أصبح هنالك التركيز على أكبر على توفير بيئة عمل ممتازة، يعني تخلي الموظفين يشتغلون في بيئة أفضل وعلاقة أفضل، هذا يؤثر إيجابيا على العمل. كذلك من العوامل ارتفاع مستوى المعيشة، يعني متطلبات العامل أصبحت أكثر من ذي قبل وأصبحت أغلى من ذي قبل، وبالتالي أصبح إيش يعني يحاول الضغط على المنشأة حتى تهتم بجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية إلى آخره. أخت أماني، بالنسبة للأسماء، أسماء مثال تجربة هوثار أو مثال أسماء رواد النظريات، هذه مهمة جدا، يجب أن نحفظ أسماء رواد النظريات. بينما التواريخ ليست مهمة. أوكي؟ التواريخ ليست مهمة. عامل أخير أدى إلى ظهور هذه النظرية هو ارتفاع تكلفة العنصر البشري. إحنا قلنا يعني ارتفعت مستوى المعيشة ارتفع، وبالتالي أصبح الموظف يطالب براتب أكثر. إذا أصبح العنصر البشري يتكلف على المنشأة يعني يتكلف بشكل كبير، وهذا يخلي المنشأة دائما تحاول أن تبحث عن أفكار جديدة وطرق جديدة كيف أنها تستطيع أن تخفض التكاليف وفي نفس الوقت ترضي الموظف وتوفر له بيئة عمل مناسبة. كما قلنا قبل شوي، هنالك تجارب معروفة جدا، تجارب هورثون، هي التي أدت فعلا إلى ظهور الأفكار الخاصة بنظرية العلاقات الإنسانية. في الواقع هنالك 4 تجارب، لكن أنا سوف أتحدث فقط على تجربة واحدة وهي تجربة الإضاءة. هنا وش اللي صار بالضبط اخواني اخواتي؟ ايرتون مايو والفريق اللي معه ارادوا ان يقوم بتجربه اللي هي انهم ايش يضعون فريق من العاملين في صاله من صالات العمل، وهنا استنتجوا انه كلما زادت الاضاءه زاد الانتاج، كلما زادت الاضاءه على هؤلاء العمال زاد الانتاج. فقالوا اوكي، هنالك علاقة طردية بين درجة الإضاءة والإنتاجية، فعشان يتأكدوا قالوا أوكي خلينا نخفف الإضاءة، خلينا نقلل من الإضاءة، من المفروض أن الإنتاجية سوف تنخفض. ولكن هنا يعني تفاجأوا أنهم لما خفضوا الإضاءة، ما الذي حدث؟ لم تنخفض الإنتاجية بل بالعكس زادت، يعني حتى لما خفضوا الإضاءة الإنتاجية زادت. وهنا اكتشفوا ان السبب في ارتفاع وفي انخفاض الانتاجيه هو ليس الاضاءه، وهذا شيء طبيعي، ليس الاضاءه، ولكن ايش؟ هو احساس الموظفين باهتمام الشركه فيهم. لما الموظفين او العمال شافوا ان المنشاه تقوم بتجارب عليهم ومهتمه بهم، هذا ايش؟ ولد عندهم يعني حافز اضافي انهم يشتغلون اكثر. ومن هنا يعني بدأت الأفكار أنه إيش؟ أنه إذا اهتممنا بالجوانب النفسية للعامل واهتمينا فيه، فإنه إيش؟ العامل هذا سوف يشتغل أكثر ويعطي إنتاجية أكثر. فهنا لاحظوا من هذه التجارب أنه الأفراد يميلون إلى تكوين علاقات غير رسمية أو منظمات غير رسمية، يعني هي علاقات بين الموظفين، علاقات صداقة زمالة التي لا يحددها الهيكل التنظيمي، علاقات غير رسمية.
كما لاحظوا أن الأفراد هذو يتأثرون بشكل كبير بهذا الإطار الغير رسمي. يعني إذا كان هنالك علاقات غير رسمية فسوف يهتمون بها أكثر من اهتمامهم بالأطر الرسمية داخل المنشأة. وأيضا لاحظوا أن الموظفين هذو يهتمون بالحوافز المعنوية. الحوافز المعنوية لها دور كبير في دفع الأفراد أنهم يشتغلون أكثر. كذلك لاحظوا أن طاقة الفرد وإنتاجية الفرد لا تحددها حالته الجسدية، بل تحددها حالته الاجتماعية بشكل يعني أكبر. كل ما كان الموظف مرتاح نفسانيا واجتماعيا، كل ما كانت إنتاجية حقه أكبر. كذلك لاحظوا أن الموظفين أو العمال يتأثرون بشكل كبير بالقيادة الغير رسمية من خلال الجماعات التي يشكلونها. وهذا نلاحظه في العديد من المنشآت إلى الآن أخواني أخواتي، هو أنه ليس دائما المدير هو اللي عنده تأثير أكبر على الموظفين، لا، بعض الأحيان هنالك موظف بسيط ولكن إيش؟ عنده مثال شخصية قوية تخلي أنه كل زملائه يستمعون إلى آرائه ويأخذون بآرائه ويستجيبون له يعني لأفكاره بشكل أكبر. أوكي؟ إذا ملخص القول، ليس تلخيص، أوكي؟ أنا لا اعتمد أي تلخيص، وهذا قلته في المنتديات، أوكي؟ المرجع الرسمي والأساسي والوحيد هو الحلقات المصورة على نظام تدارس. أوكي؟ إذا ملخص القول هو أنه من خلال هذه التجارب هاوثور تم ملاحظة أن العمال يتأثرون بالأطر الغير رسمية أكثر من تأثرهم بأي سلطة يعني رسمية أو أي علاقات رسمية. وظهور هذه النظرية أخواني أخواتي أدى إلى ظهور هذه النظرية. أوكي، إذا كان هنالك سؤال تطرحون السؤال هنا وأنا يعني أشرح لكم وأفسر لكم، ولكن تقول لي يعني أخت مريم تقول لي سرد، أنا بعطيك يعني الأشياء التي ظهرت من خلال نظرية العلاقات الإنسانية. إذا كان هنالك نقاط غير مفهومة تقولين أنه هذه النقطة غير مفهومة، بس أن تقولي أنه هذا كله صرف يعني لا أعتقد ذلك. أوكي؟ أخت سعاد، العمال يتأثرون بالعوامل النفسية بالإطار الغير رسمي. أوكي؟ من خلال هذه النظرية تم اكتشاف أن العمال لا يتأثرون فقط بكل ما هو مادي، رواتب وإطار رسمي، تنظيم رسمي، لا، تم اكتشاف أن العمال إنتاجيتهم وولائهم للمنظمة يتأثر بشكل كبير بكل ما هو نفسي، بكل ما هو اجتماعي. يعني الموظف من خلال هذه النظرية يقول لك إذا كنت أنت عاوز أن الموظف يشتغل أكثر، لا، ما فيش فايدة أنك تزود له راتبه أكثر، لا، إذا اهتميت به، إذا اهتميت باستحداث بيئة مناسبة للعمل، إذا أعطيته أهمية فهذا يخلي الموظف يشتغل أكثر. أوكي؟ فالموظف لا يهتم فقط بالجوانب المادية بل يهتم أيضا بالجوانب النفسية. طبيعة الحال أخت آسيا تجارب هاوثور معنا ولكن بدون تفاصيل، بس الأفكار يعني في شكل رؤوس أقلام تكفي. أوكي؟ المهم أن نكون فاهمين التجارب هذه فقط. صاحب النظرية أو رائد النظرية هو إلتون مايو. أخت خلود، أوكي؟ رائد هذه النظرية هو إلتون مايو. إذا ظهور هذه النظرية قلت أخواني أخواتي ترتبت عليه آثار على المنشآت بصفة عامة. من الآثار التي ترتبت على ظهور هذه النظرية، أول شيء عندنا ظهور إدارة الأفراد، إدارة شؤون الموظفين كما نقول الحين. أوكي؟ في السابق
في بداية القرن العشرين لم يكن هنالك إدارة تعنى بشؤون الموظفين. للآثار أيضا اعتراف المنشآت بحق العامل في الإجازات السنوية. في السابق قبل ذلك يعني مع تايلور وفايون لم يكن هنالك اعتراف بحق العامل في إجازة سنوية خالصة الأجر. مع نظرية العلاقات الإنسانية أصبح هنالك اعتراف بحق العامل في هذه الإجازات. كذلك من الآثار الاعتراف بحق العامل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، تأمين صحي، سكن، إلى آخره. ليش؟ لأنه اكتشفنا في ذلك الوقت أن العامل إذا اهتميت به من الناحية الصحية والنفسية فهذا سيدفعه أنه يشتغل أكثر. أخت عبير، نستطيع أن نكتفي بالتجربة الأولى كافية، أوكي؟ تجربة الإضاءة كافية حتى نفهم النظرية هذه. أيضا من الآثار المترتبة على هذه النظرية ضرورة تدريب الرؤساء، يعني رؤساء الأقسام، رؤساء الموظفين، على مراعاة العلاقات الإنسانية، وذلك من خلال حثهم على التعامل الحسن مع العمال. يعني لا يكفي أنك تجي تقول أوكي يجب عليك أن تعامل الموظفين بطريقة جيدة، لا يكفي أن تقول هذا الكلام، لا، بعض خاصة في ذلك الوقت لأنهم كانوا متعودين أنهم يعاملون العمال بنوع من القسوة، في ذلك الوقت أصبح هنالك اهتمام بضرورة تدريب الرؤساء الأقسام على إيش؟ كيف نراعي ظروف العمال؟ كيف نتعامل بطريقة حسنة مع العمال؟ لأن هذا كله في الواقع يصب في مصلحة المنشأة، يصب ولو بطريقة غير مباشرة في مصلحة المنشأة. إذا من إيجابيات هذه النظرية أنها أول شيء ركزت على الجانب الإنساني على عكس المدرسة التقليدية، وبالتالي قامت بسد الفجوة التي تركتها المدرسة التقليدية. كذلك النظرية هذه فتحت الطريق أمام العلماء والباحثين للقيام بمزيد من الدراسات العلمية التجريبية. لا ننسى أنه كيف اكتشف إلتون مايو وزملاؤه أن العامل يهتم بالأمور النفسية لما قاموا بتجارب على هذا العامل. ولكن من النقاط السلبية، يعني الأمور النفسية بقدر ما هي إيجابية بقدر ما هي أيضا سلبية إخواني أخواتي، أنه ما يعاب على هذه النظرية أنها اهتمت بجانب واحد من التنظيم اللي هو العنصر البشري وأهملت الجوانب الأخرى، على أساس أن نجاح المنشأة ليس مرتبطا فقط بالعنصر البشري ولكن بعناصر أخرى كذلك. كما أنه من سلبيات هذه النظرية أنها ركزت على التنظيم الغير رسمي وركزت على الحوافز المعنوية بشكل كبير جدا وأهملت الحوافز المادية وأهملت التنظيم الرسمي. أوكي؟ يعني لم تجمع بين الرسمي والغير رسمي، بين المادي والمعنوي. من قام بالجمع بين المادي والمعنوي هو دوغلاس ماكغريغور، رائد النظرية الثانية اللي بنشوفها الحين، اللي هي نظرية الفلسفة الإدارية. نظرية الفلسفة الإدارية رائدها دوغلاس ماكغريغور، وفلسفة هذه النظرية تقوم على أن أي مدير أو سلوك أي مدير سوف يكون متأثر إما بفكر المدرسة التقليدية أو بفكر العلاقات الإنسانية. ولو أن نظرية الفلسفة الإدارية مؤيدة بشكل كبير لنظرية العلاقات الإنسانية، ولكن نظرية الفلسفة الإدارية حاولت أنها تعمل زي المقارنة بين نظرية العلاقات الإنسانية ونظرية أو المدرسة التقليدية. وهذه النظرية تشكلت بناء على 5 نقاط أساسية نشوفها بسرعة في شكل رؤوس أقلام. النقاط التي قامت عليها نظرية الفلسفة الإدارية هو أن أول شيء المدرسة التقليدية أهملت الفرد لتأتي بعدين مدرسة العلاقات الإنسانية وتهتم بالفرد كعنصر أساسي في التنظيم. إذا الفلسفة الإدارية حاول أنها تقارن بين الفكرين هذو.
لا أخت فرحة، هذه كلها مجرد أفكار باحثين، أوكي؟ إحنا لسه ما درسناش النظريات الحديثة، أوكي؟ العامل لا يخرج من مدرستين إما تقليدية وعلاقات إنسانية، هذا بحسب وجهة نظر دوغلاس ماكغريغور، بحسب وجهة دوغلاس ماكغريغور، وهذه وجهة نظر قديمة نوعا ما، لسه في نظريات أخرى سوف تعطينا أفكار أخرى. هذه بنشوفها إن شاء الله الأسبوع المقبل. من النقاط كذلك التي قامت عليها النظرية هذه أن المدير المتأثر بمبادئ الإدارة التقليدية والمدرسة التقليدية لديه قناعة بمبادئه، لديه قناعة بمبادئه ولا يقبل النقاش ولا يقبل التعديل عليها، فهو متمسك بكل ما هو رسمي، بكل ما هو يعني تقليدي. اوكي، هذا سؤال احد الاخوات تقول وش الفرق بين المدرسه التقليديه والمدرسه التقليديه الحديثه؟ المدرسه التقليديه تنظر الى العامل وكانه اله، في نظره اليه للعامل. المدرسه التقليديه الحديثه حاولت انها ايش؟ تهتم شوي بالجانب الانساني والنفسي للعامل. ولكنها كذلك افكارها قديمه شوي. اوكي؟ إذا الفرق بين التقليدية والتقليدية الحديثة أن التقليدية تنظر للعامل وكأنه آلة فقط، التقليدية الحديثة تقول لا، أن العامل أوكي كذلك يمكن أن ننظر إليه ونهتم بأموره النفسية والاجتماعية، فبالتالي أعطت بعض الأفكار الجديدة مقارنة بالمدرسة التقليدية. أوكي؟ ولكن ظل عندها كذلك بعض السلبيات. من النقاط كذلك أن المدير التقليدي يؤمن بأن السلطة هي الوسيلة الوحيدة للتأثير على سلوك الفرد، بينما ماكغريغور يقول لك لا، هنالك وسائل أخرى كالإقناع والحوافز إلى آخره. أيضا المدير التقليدي يؤمن بأن المركز الرسمي أو المنصب هو المصدر الوحيد للسلطة. لو تذكرون أول أمس مع نظرية البيروقراطية اللي هي تتبع المدرسة التقليدية، بتقول لك هذه السلطة موجودة عند مين؟ موجودة عند صاحب المكتب اللي عنده منصب وعنده عنده يعني عنده منصب في الهيكل التنظيمي. بينما ماكريجر يقول أن هنالك مصادر عديدة للسلطة. يعني مثال على سبيل المثال، اللي عنده خبرة عنده سلطة. اللي عنده قدرات شخصية قوة شخصية عنده سلطة، اللي عنده العلم عنده سلطة، أوكي؟ فليس فقط المنصب هو مصدر السلطة بالنسبة للمدير. من هذا المنطلق أخواني أخواتي، فماكغريغور حاول أنه يضع بعض الأسس لنظريته اللي هي نظرية شباب، نظرية عفوا أخواني أخواتي، متعود أني أدرس الطلاب في الجامعة، اعذروني بلخبط في بعض الاحيان. قلنا انه ماكغريغور نظريته، نظريه الفلسفه الاداريه، اطلق عليها اسم اخر اللي هي نظريه اكس واي. اوكي، نظريه الفلسفه الاداريه كذلك اخواني اخواتي، هذه نقطه مهمه، نسميها كذلك نظريه اكس واي. وش الاكس واي؟ الاكس هي وجهه النظر التقليديه في التوجيه والرقابه، يعني المدرسه التقليديه. واي هي وجهة نظر العلاقات الإنسانية في التكامل بين أهداف الفرد والتنظيم. عشان هيك هي احنا قلنا قبل شوي اللي هي نظرية تسعى للمقارنة بين نظرية العلاقات الإنسانية والمدرسة التقليدية، فعشان هيك جمعتهم مع بعض اكس واي، اكس كل ما هو مدرسة تقليدية، واي كل ما هو نظرية علاقات إنسانية. وبالتالي فحسب ماكغريغور أي مدير في العالم هو إما أن يكون مدير اكس متاثر بوجهه النظر التقليدي، او انه يكون مدير واي له وجهه نظر علاقات انسانيه. والمقارنه بين اكس واي ممكن تتم من خلال العديد من النقاط. راح ناخذ نقطتين او ثلاثه يعني حتى نتقدم اكثر. على سبيل المثال ماكغريغور يقول لك اذا كنت مدير اكس فانك سوف تنظر الى الموظفين على انهم اناس لا يحبون العمل بل يحاولون تجنبه، بينما إذا كنت مدير واي فبالعكس سوف ترى أن الموظف بطبيعته يحب العمل ويسعى له. بطبيعة الحال إذا وفرت له
ظروف مواتية. أيضا بالنطاقات المقاربة، ماجريجور يقول لك إذا كنت أنت مدير إكس فأنت ترى أن العامل لو أعطي الحرية فإنه لن يعمل، لأنه بالنسبة له العامل لا يحب العمل. بينما إذا كنت مدير واي فإنك سوف ترى أنه في ظل ظروف اجتماعية مناسبة، فبالعكس الموظف أو العامل سوف يسعى بمحض إرادته نحو الإنجاز، نحو العمل. فهنا بتشوف أن ماجريجور حاول أن يقارن بين المدراء من صنف إكس وبين المدراء من صنف واي. وهذا خلينا نقول النقطة الإيجابية الأساسية لهذه النظرية، أنها قدمت أول تحليل مقارن بين مدرستين. كذلك من إيجابيات هذه النظرية أخواني أخواتي أنها تعتبر مقدمة للمدرسة الحديثة، لأن النظرية هذه بدأت تتحدث أكثر فأكثر على المدراء الذين يهتمون بمرؤوسيهم والذين يعطيهم يعني نوع من الحرية واللي بيعطيهم نوع من الصلاحيات إلى آخره. ولكن من سلبيات النظرية أنها بالغت في التحليل بشكل كبير، حيث أنها صورت وكأن المدرسة التقليدية ونظرية العلاقات الإنسانية وكأنهما نقيضين بشكل كبير من خلال نقاط المقارنة. ولكن في الواقع أن نظرية العلاقات الإنسانية يمكن أن نعتبرها مكملة للمدرسة التقليدية. إذا من سلبيات النظرية أنه نظرية الفلسفة الإدارية صورت أن العلاقات الإنسانية هي بديل للمدرسة التقليدية، ولكن في الواقع نظرية العلاقات الإنسانية هي جاءت لتكمل الأفكار التي استحدثت مع نظرية أو مع المدرسة التقليدية عفوا. أوكي؟ إذا نظرية العلاقات الإنسانية هي في الواقع مكملة للمدرسة التقليدية. هذا فيما يخص يعني نظرية الفلسفة الإدارية. كما قلنا هي ثاني نظرية في المدرسة التقليدية الحديثة. شفتوا المدرسة التقليدية الحديثة فيها شوية أفكار تقليدية وشوية أفكار إيش؟ حديثة. ولكن خلينا نمر إلى ما هو أهم وما هو عملي بالنسبة إلينا، اللي هي إيش؟ المدارس الحديثة. إحنا شفنا إخواني أخواتي إلى حد الآن مدرستين أساسيتين، المدرسة التقليدية فيها ثلاث نظريات، المدرسة التقليدية الحديثة فيها نظريتين، والحين سوف نحاول دراسة مجموعة من المدارس الحديثة. اليوم والأسبوع المقبل سوف نحاول دراسة مجموعة من المدارس الحديثة. اليوم سوف نقتصر على مدرسة واحدة فقط، اللي هي المدرسة السلوكية. إيه بطبيعة الحال أخت غيداء أن المقارنة مهمة، أوكي؟ أنا أعطيت بعض جوانب المقارنة، أوكي؟ وهي موجودة عندنا في الحلقات المسجلة. إذا كان هنالك أي نقطة في المقارنة غير واضحة بطبيعة الحال تسأليني لمتى شئت بإذن الله. إذا أرجع قلنا كم عدد المدارس بصفة عامة؟ إحنا عندنا ثلاث مدارس أخت سارة. المدرسة الأولى اللي هي المدرسة التقليدية، المدرسة الثانية اللي هي مدرسة تقليدية حديثة، والمدرسة الثالثة هي المدرسة الحديثة أو المدارس الحديثة. أخت حنان تستطيعون أن تقومون إذا أردت أنك تختصري وتكون الأمور أسهل، أن يعني تجمعين مثال في جدول أو تقومون بتلخيص بالاعتماد على اللقاء الحي أو الحلقات المسجلة. أوكي؟ أخت جورة، ما الذي تقصدين يعني بالمقارنة؟ لم أفهم ماذا تقصدين ب هل ممكن أن نسوي مقارنة؟ إحنا في كل مرة بنعطي الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل نظرية، وهذا بحد ذاته يساعد على المقارنة بين هذه النظريات. أوكي؟ إذا قلنا في المدارس الحديثة، اليوم راح نشوف المدرسة السلوكية، وكما يدل اسمها مدرسة سلوكية يعني تهتم بسلوك الإنسان داخل المنظمة، تهتم
المدرسة السلوكية إخواني أخواتي تهتم بدراسة السلوك الإنساني في محيط العمل، أو خلينا نقول سلوك الموظف. وراد هذه النظرية هو هاردراش. راد هذه النظرية هو هاردراش، وهاردراش حاول أن يركز على سلوك الموظف داخل المنشأة، كيف يتأثر هذا السلوك، كيف يؤثر هذا السلوك في إنتاجية الموظف. وبالتالي التفكير، هذه فكرة التفكير على عفوا فكرة التركيز على السلوك الإنساني، يضع هذه المدرسة في مكانة مستقلة مقارنة بالمدارس الأخرى، بل يؤكد العديد من الباحثين على أنها بداية الفكر الحديث. لما وصلنا في وقت من الأوقات أن نحاول ونركز على دراسة سلوك الموظف وكيف يؤثر هذا السلوك في الإنتاجية، للأسف أخت مياس هذه أسماء الباحثين، أوكي؟ يعني يعني نسوقها كما هي، أوكي؟ وهي تعتبر نقلة نوعية من المدرسة، من المدارس التقليدية إلى بداية الفكر الحديث. وفي الواقع هنا إحنا لم نطيل الحديث بشكل كبير عن المدرسة الكلاسيكية، عفوا المدرسة السلوكية، راح نحاول بس فكر بعض خصائصها، بعض خصائصها التي تميزها عن المدارس السابقة. أول شيء، المدرسة السلوكية إخواني أخواتي يعبر عنها أنها مدرسة علمية تطبيقية، تقوم على وضع فرضيات خاصة بالسلوك التنظيمي، سلوك الموظف وأثره على الإنتاجية، ثم محاولة دراسة السلوك الحقيقي يعني من الناحية التطبيقية، ومحاولة التأكد من فرضيات تأثير السلوك على إنتاجية الموظف. فهي مدرسة علمية تطبيقية تقوم على تطبيقات. كذلك من خصائصها أنها مدرسة معيارية، لأنه هاردريس هنا وضع معايير معينة يستخدمها لقياس التغييرات التي تحدث بناء على سلوكيات الموظف. إيه بطبيعة الحال أخت فاطمة، الإيجابيات مهمة، بطبيعة الحال الإيجابيات والسلبيات في كل مدرسة مهم. أيضا من خصائص هذه المدرسة، المدرسة السلوكية، هي أنها مدرسة إنسانية. يعني إيش؟ تقوم على أساس التفاعل، تقوم على اعتبار أن حواسس وحاجات الإنسان مهمة جدا، أن حاجات الإنسان تحدد سلوكه، تؤثر على سلوكه، وبالتالي تؤثر على عمله. فهي مدرسة إنسانية لأنها تهتم بالسلوك الإنساني. أخت جميلة، صحيح أن النظريات متعددة نوعا ما، ومن الوهلة الأولى يخيل إلينا أنه سوف راح نتلخبط بسرعة، ولكن إذا سوينا ملخص لحالنا جدول، وفي بعض الملخصات أعتقد يعني أخوات في أترام ماضية قاموا بذلك، عند إعداد جدول سوف ترون أن الأمور سهلة بإذن الله، سوف ترون أن الأمور سهلة بإذن الله، وأنا أعني ما أقول، يعني لا أقول هذا من فراغ، أوكي؟ أيضا من خصائص هذه المدرسة، خاصية رابعة، هي أنها مدرسة اقتصادية. ليش اقتصادية؟ لأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية للمنشأة، الأهداف الربحية، ولكن ليش؟ عن طريق إشراك الموظف في جميع مراحل العمل. إشراك الموظف لأنها يعني تسعى لدراسة كيف أن سلوك الموظف يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف، أهداف المنشأة الربحية بطبيعة الحال. أيضا الخاصية الخامسة، هي مدرسة نفسية تهدف إلى تغيير البيئة النفسية والمحيط، محيط العمل، بحيث أن سلوك الموظف يكون إيجابي ويؤثر إيجابيا على الإنتاجية. شفتوا إخواني أخواتي، مدرسة معيارية، مدرسة إنسانية، اقتصادية، نفسية، فنحس وكأن فيها نوع من الشمولية مقارنة بالمدارس السابقة. أيضا هي مدرسة اجتماعية تهتم بالموظفين، بالمجموعات،
وتساعد هذه المجموعات داخل محيط العمل. هي كذلك مدرسة تستخدم المشاركة كأداة للعمل الإداري، مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، وترى أن إشراك الموظفين في اتخاذ القرار هذا مهم جدا، يحفز الموظفين ويرفع من إنتاجيتهم. نقطة ثامنة، المدرسة هذه إخواني أخواتي هي مدرسة تدريبية أو خلينا نقول تأهيلية، لأنها تهتم في تنمية المهارات الإنسانية والعلاقات بين أفراد المنشأة، وهذا بحد ذاته كذلك يرفع من إنتاجية العمال. نقطة قبل أخيرة، المدرسة هذه إخواني أخواتي هي مدرسة تنظيمية، يعني تهتم بالسلوك التنظيمي وبالتغيير التنظيمي وباستحداث أساليب إدارية جديدة. فهنالك عمل كبير قامت به هذه المدرسة فيما يخص الهيكل التنظيمي والتغيير التنظيمي. أخيرا، المدرسة هذه ومن خلال الخصائص السابقة نستطيع أن نقول أنها مدرسة شمولية. يعني إيش مدرسة شمولية؟ تنظر إلى المنظمة بنظام شامل له أبعاد إنسانية اقتصادية اجتماعية، فهي تنظر إلى الموظف نظرة شاملة، تنظر للموظف أنه إنسان، تنظر للموظف أنه يعني عامل يساعد على رفع مستوى المنشأة وعلى تحقيق أهدافها الاقتصادية، تنظر إلى الموظف وأنه فرد من مجموعة وعنده علاقات، والجماعات هذه تعرف عندها تأثيرات كبيرة على العمل، تأثيرات إيجابية وسلبية بطبيعة الحال. وبالتالي من النقاط الإيجابية لهذه المدرسة أخواني أخواتي أنها حاولت أنها تجمع بين المدرسة التقليدية ومدرسة العلاقات الإنسانية. كذلك خصائصها اللي شفناها الحين بشكل سريع تعطيها كل صفة الشمولية أكثر من النظريات الأخرى، أكثر من النظريات السابقة. ليش؟ على سبيل المثال نظرية العلاقات الإنسانية اهتمت فقط بالجانب الإنساني، المدرسة التقليدية اهتمت فقط بالجانب الاقتصادي، ولكن المدرسة هذه حاولت أن تهتم بالعديد من الجوانب في نفس الوقت، وبالتالي تعتبر مدرسة شاملة أو شمولية من شامل. ولكن من سلبياتها أنها تبسط السلوك الإنساني بشكل كبير، حيث معظم مبادئ هذه المدرسة استنبطت من دراسات أجريت على بعض الحيوانات، يعني كالفئران والحمام، وبالتالي يعني هذا نقطة سلبية، يعني لا نستطيع أن نقوم بتجارب على فئران وبعدين نقول أوكي السلوك الإنساني سوف يكون يعني تقريبا هو نفسه، لا لا نستطيع أن نقول هذا. أخت ريم، يكفي رؤوس أقلام، أوكي؟ رؤوس أقلام بالنسبة للخصائص نكتفي برؤوس الأقلام كافية. كذلك من سلبياتها أنها ركزت على البيئة بشكل كبير وأعطتها التأثير مطلق على سلوك الفرد. يعني بالنسبة للنظرية هذه أو المدرسة هذه بتقول أنه الفرد يتأثر بالبيئة بشكل كبير، وبالتالي تجرده من قدرته على التعامل مع الظروف البيئية والتكيف معها. أخواني أخواتي، في بعض الأحيان الإنسان هو الذي يؤثر في البيئة المحيطة به وليس العكس. بينما المدرسة هذه قالت لا، البيئة هي عندها تأثير مطلق على سلوك الإنسان. أوكي، وهذه نقطة سلبية في هذه المدرسة. أخت شريفة، أيوه هذا هو كل الخصائص نقدر ناخذها رؤوس أقلام فقط. المهم أن نفهم أن الخصائص هذه ترى تابعة للمدرسة السلوكية. الخصائص أقصد خصائص المدرسة السلوكية. بالنسبة لي أخت شيفان، بالنسبة لنظرية إكس واي نفس الشيء، يعني المقارنات اللي شفناها في نظرية إكس واي كلها ناخذها كذلك رؤوس أقلام. أوكي؟ كلها بناخذها رؤوس أقلام بإذن الله. المهم أهم شيء، أهم شيء أن نفهم وش المقصود بإكس مدير صنف إكس، وش المقصود بمدير صنف واي. إذا فهمنا هذا بعدين المقارنات لما تجينا في سؤال وكذا مباشرة نقدر نعرف، لأنه احنا كنا نصبح فهمنا وش المقصود بمدير صنف إكس، وش المقصود بمدير صنف واي. أوكي؟
باذن الله سهله، يعني ما تصعبوش الامور، راح تشوفوا باذن الله، باذن الله الامور سهله كما كان ذلك يعني في الفصول الماضيه باذن الله. اذا اخواني اخواتي، عندي كويز سريع، وبعطيكم في سؤالين فقط، وراح اعطيكم كذلك دقيقتين للاجابه عن هذا الكويز. إذا تم توزيع الكويز ونلتقي بعد دقيقتين بإذن الله. السلام عليكم، انتهى الوقت. قبل تصحيح الكويز، أخت بشرى، السؤال لسه وصل للحين. بالنسبة للمنهج الإسلامي والمدرسة الإسلامية، هي تندرس تحت المدارس الحديثة، وسوف ندرسها بإذن الله الأسبوع المقبل. إذا أرجع للكويز، السؤال الأول: من سلبيات نظرية العلاقات الإنسانية، من سلبيات، هل التركيز على التنظيم الرسمي؟ لا، احنا قلنا النظرية هذه ركزت على التنظيم الغير رسمي. هل اهتمت بالعنصر البشري واهملت العناصر الاخرى للتنظيم؟ بطبيعة الحال هذا ما يعاب على هذه النظرية، ان اهتمت فقط بالعنصر البشري واهملت العناصر الاخرى، وهذه نقطة سلبية. هل هو ظهور ادارة الافراد؟ لا، هذا ليس من السلبيات، هذا من نتائج النظرية. كذلك زيادة ثقافة العمال، هذا كذلك ليس من السلبيات، هذا من العوامل التي أدت لظهور هذه النظرية. السؤال الثاني أخواني أخواتي: وجهة النظر التقليدية في التوجيه والرقابة، يعبر عنها بنظرية إكس أو واي أو إكس واي. إذا بدأنا بال إكس واي الأخير، إكس واي هو اسم النظرية، نظرية الفلسفة الإدارية. وجهة النظر واي هي وجهة نظر العلاقات الإنسانية في التكامل بين أفراد الفرد وأفراد المنظمة. واختصارا، وجهة النظر واي هي وجهة النظر اللي فيها تكامل بين الفرد والمنظمة. بينما وجهة النظر التقليدية التي تعتمد على التسلط وعلى اعتبار العامل وكأنه آلة، وجهة النظر التقليدية هذه هي إكس. إذا وجهة النظر التقليدية في التوجيه والرقابة يعبر عنها بنظرية إكس أو بوجهة نظر إكس. أخت علي، بالنسبة للمدرسة التقليدية عدد نظرياتها ثلاث. المدرسة التقليدية عدد نظرياتها ثلاث.
نظرية الإدارة العلمية، نظرية شمولية الإدارة، والنظرية البيروقراطية. أوكي؟ إذا كان هذا الكويز، وكان هذا كل ما لدي اليوم. إن شاء الله الأسبوع المقبل نواصل الحديث عن باقي مراحل تطور الفكر الإداري. إن شاء الله راح يكون عندنا محاضرتين أو ثلاث بحسب التسهيل، الله يسهل إن شاء الله. وأعلمكم بذلك في الإقبال. لا تنسوا بالنسبة للإخوة والأخوات اللي لسه ما دخلوش على التكليف، باقي عندنا تقريبا 24 ساعة أو أقل شوي لحل هذا التكليف. إذا نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.